كتب بولس الرسول: وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. لكن معظم الناس عندما يفكرون بالمسيحية يفكرون بالوصايا والقوانين فقط. لماذا؟ يتعامل بولس الرسول مع موضوع الحرية الحقيقية من فوق وضد قائمة القوانين، وذلك في أكثر الأسفار ملءا بالعاطفة والمشاعر الجياشة، ألا وهي الرسالة إلى أهل غلاطية. بدأ بولس الرسول حياته كأعظم حافظ للوصايا والقوانين في الريسي، وكان يطبق القوانين والوصايا ويتأكد بأن الجميع يطبق تلك الوصايا، إلى أن ظهر له الرب يسوع يوما ما في الطريق إلى دمشق كاسرا كل قوانين الموت والزمن. من بعدها تحتم على بولس الرسول أن يسير في رحلة الابتعاد عن قوانين الفريسيين وتركها، والسير في اتجاه الحرية، حرية السلوك بقيادة الروح وبقوة الله العاملة فيه ومن خلاله، تماما مثل جريان الدم في عروقه. إن المسيحية هي حياة، هي السير بالإيمان بقوة الروح، والحياة بالروح هي الحياة الحقيقية. أما الحياة بحسب قائمة قوانين ووصايا أو بحسب الحرف في الشريعة فهي موت. إن النقطة الأساسية في رسالة الرسول بولس لأهل غلاطية هي: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لقد قيل للغلاطيين أن يرجعوا إلى القائمة القديمة من الوصايا والقوانين، وذلك أفضل من أن يحيوا الحياة الممتعة وهي حياة المسيح فيهم. وقد كتب لهم الرسول بولس بمشاعر فياضة ليرجعهم للطريق الصحيح. إن رحلة ترك القوانين والاتجاه نحو حياة الحرية هي رحلة حتمية في الحياة المسيحية. إما أن أتمسك بقائمة الوصايا والقوانين بخوف ورعب، أو أن أكتشف الحق في الثقة بالروح وذلك بالإيمان لنصبح بالحقيقة أحراراً.